كاينين واحد الايام اللي كتكون عندنا الرغبه وكنكونوا موتيفي باش اننا نراجعوا الدروس ونوجدوا الامتحانات، ولكن كاينين واحد الايام اللي كثيره بزاف اللي ما كنكونوش فيها موتيفي، اللي ما كتكونش عندنا الرغبه باش انه نوضوا نبريباريو ونراجعوا وندوزوا دوك الامتحانات. ولكن في هاد الايام واش غادي نجلسوا ما نديروا حتى شي حاجه؟ لا، حيت الا مشينا حتى جلسنا ما غاديش نبريباريو مزيان، ما غاديش ندوزوا الامتحان مزيان، وفي الاخر ما غاديش نجيبوا هذيك النقطه اللي كنحلموا بها. الا كان عندك هاد المشكل تبع معايا حتى الاخر ديال الفيديو، حيت غادي نوريك اربعه الحاجات اللي غادي يعاونوك باش انك تجدد الرغبه ديالك في الوقت اللي ما تكونش موتيفي. اول حاجه غادي نبدا بها هي خاصك تعرف شنو هي الفائده، ولا شنو هي الواي، ولا شنو هي السبب علاش انت غادي تراجع، ولا علاش غادي تجيب ديك النقطه، ولا علاش غادي تجيب داك الدبلوم، باش تعطي لهذيك المراجعه واحد المعنى. بيان سور ما غاديش تكون عندك الرغبه، ولكن الا عرفتي شنو هي لا فيناليتي، عرفتي شنو هو الهدف من مورا هذيك المراجعه، هنا غادي تنوض وتبريباري. دونك علاش باغي تجيب داك الدبلوم؟ واش حيت باغي تفرح والديك؟ واش حيت باغي تدخل مثلا لواحد المدرسه اللي تتعجبك؟ ولا من بعد باغي تخدم في واحد الوظيفه اللي تتحلم بها؟ دونك هنا ضروري ما خصكش تكون واضح في هذا الهدف وعارف علاش انت كتبريباري، ولا علاش كتراجع، ولا علاش باغي تجيب واحد النقطه اللي مزيانه. فواخا انا ما تكونش عندك الرغبه، غادي تفكر هاد الحوايج هادو وغادي تنوض بزمنك تبريباري. عندك واحد ليكزومبل بسيط باش تفهمني. افترضوا بلي انت باغي تمشي لواحد الدوله اجنبيه، باغي تسافر لها، انت كيعجبك السفر وبغيتي تمشي لديك الدوله. نورمالمون باش تمشي لديك الدوله خاصك توجد واحد الوراق. دونك باش توجد دوك الوراق خاصك تمشي مقاطعه، خصك تمشي ليغاليزي شي وراق، ولكن راه حتى واحد ما عنده الرغبه باش انه يمشي للمقاطعه، حتى واحد ما عنده الرغبه باش انه يمشي يبقى واقف واحد نص ساعه ولا ساعه هو كيتسنى في الشمس باش يدخل ويليغاليزي واحد الوراق. ولكن حيت الهدف ديالو هو انه باغي يمشي يسافر لديك البلد، فكينسى هاد الشمس، كينسى انه غيتسنى ساعه، كينسى على انه يتسنى ساعتين. دونك كيولي بزمنه كيدير هادشي. علاش؟ حيت في الاخر عنده واحد الهدف اللي مهم باغي يحققه. ثاني حاجه المراجعه انت ما ديرهاش واحد العاده. فاش ما غاديش تكونش عندك واحد العاده راه ساهل باش انك واحد النهار ما تراجعش. العكس الا كان عندك واحد الريتم وكل نهار كتراجع في نفس الوقيته، يعني عندك واحد المكافاه من مورا ما كتسالي ديك المراجعه، وهذا الشيء غادي بانتظام، يعني مستمر فيه واحد المده، فهنا كيجي صعيب على واحد النهار انك تحبس وما تراجعش. واخا ما كايناش لا موتيفاسيون، ولكن حيت ربيتي واحد الريتم واحترمتي واحد المده طويله، فهذا الشيء كيخليك على انك صعيب تقطع هذيك العاده ديال المراجعه. دونك تعلم كيفاش تكتسب العادات ورجع هذه المراجعه واحد العاده. كاين واحد جوج القوانين اللي غادي يعاونوك في هذا لوسونس. اول حاجه هي انك تكون كتراجع في نفس الوقيته نفس المده، وثاني حاجه فيما تسالي المراجعه خذ واحد المكافاه اللي غادي تحفزك باش غدا عاوتاني دير هذيك المراجعه، وثالث حاجه اللي غادي تعاونك هي انك تكون واضح في هذاك الشيء اللي باغي تراجع. قد ما كنتيش واضح قد ما ساهل على انك تعجز، وان فوا ما تكونش عندك لا موتيفاسيون ما تبريباريش. دونك في الاول ديال السيمانه تكون موجد ها شنو غادي نقرا في السيمانه ديالي وشنو غنراجع بالتفاصيل. نهار الاول عندي واحد ساعتين، الساعه الاولى غنقرا فيها المات، الساعه الثانيه غنقرا فيها الفيزيك، نهار الثاني غنقرا فيه هادي وغنقرا فيه هادي، وبالضبط كاع شنو غادي دير في هذيك الساعه مثلا ديال المات، واش غتقرا فيها الدرس، واش غتراجع فيها التمارين، واش غتخدم فيها مثلا الامتحانات، والدرس يكون موجود وكل شيء مقاد، فاش ديك الوقيته اللي توصل فيها البريباراسيون تنوض وما تعكسش. الا ما كنتيش واضح فاهي، الا ما كنتيش موتيفي غتقول اصلا انا ما عرفتش شنو غادي ندير ولا شنو غنبريباري، دونك خلي حتى لغدا وغادي تعكز عليها وما غاديش تنوض بريباري. ورابع حاجه غادي نختم بها هي انك تلقى واحد الصديق ولا واحد الشخص اللي دير انت وياه واحد التحدي. فهنا حتى شي نهار ما كنتيش موتيفي كتحس براسك بانك ما قادرش تبريباريك، فهنا تتفكر بانه راه كاين واحد الشخص اخر اللي دير معاه واحد التحدي. دونك الا ما بريباريتيش هاد الشخص هذا غادي يفوتك. دونك انت شنو خاصك دير؟ بزمنك خاصك تبريباري باش تبقى غادي انت وياه بنفس لوريت. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم. الا جيت لخص هاد اربعه النقاط فاول حاجه غادي تكون هي يكون عندك واحد الاسباب واحد الدوافع والهدف من هذيك المراجعه ولا من هذيك النقطه اللي باغي تجي في الاخر ديال العام. ثاني حاجه هي انك ترجع هذيك المراجعه واحد العاده. ثالث حاجه تكون واضح في البرنامج اللي غادي دير في هذيك المراجعه. ورابع حاجه هو يكون معاك واحد الشخص ولا واحد الصديق اللي دير انت وياه واحد التحدي ديال المراجعه. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، نتمنى انك تكون استفدتي منها. تهلا ليا فراسك، نتشافو ان شاء الله فيديو جديد.